بيحصل طوبه بتتبني على طوبه من سنين، هو تراكم احداث بالظبط. ده بيعمل كيان في الاخر، او بيعمل حاجه انا بتكلم عليها، ان الروح دي بقت حاجه ملموس، يعني حاجه لازم تدرس، وحاجه لازم تطلع منها بنتائج، علشان اللي في مصنع يبقى عنده نفس الروح دي علشان ينجح المصنع، واللي بيعمل مشروع واللي في اي مجال، فكره الروح او فكره الايمان يا استاذ احمد بالمكسب او بالانتصار ده لازم تكون موجوده ولازم تنمى، لان فكره حتى انا بس وانت بتتكلم اهم، بس ده تدريب النهارده اللاعبين اللي ما لعبوش المباراه كامله، وفي نفس الوقت اللي ما لعبوش خالص، فده تدريب مع كابتن انيس الشعلاني. شفت امبارح صالح جمعه، اسعد لاعب صالح جمعه، كلنا كنا بنقول يبدا ويلعب ولازم، وصالح جمعه متالق والناس بتنتقد وبتقول عليه مش عارف بره الكوره ايه ومش عارف ومش مركز. شوف فرحته عامله ازاي بعد المباراه، علي معلول في تونس، شوف يعني فرحته في تونس ازاي، عماد متعب مبسوط بيه، لا في تونس فرحته في تونس، خد بالك انت بتتكلم في واحد تونسي، هو لاعب محترف، انا مش مختلف معاه، لا بس عايز اقول لك على حاجه، بس انت في الاخر بالظبط في الاخر بتتكلم في بلدك، يعني خلينا نكون متفقين كده ان انت بتتكلم في بلدك بتقول ان انت جايب، يعني انت جايب جون وعمل اسيست، فانت السبب، فبقت المشكله في كده. الاستكمال اللي كلامك زوليد في الجماهير بنفسها بقى عندها دايما قناعه ان الاهلي يكسب في اي لحظه. بس انا عايز اقول لها حاجه، يعني القصه دي اتحكيت لي ان علي معلول حاس ان هو السبب بالهدف، بيقول لك ما بين المباراه، ما بين الشوطين المباراه، قعد ما اتكلمش مع حد خالص وركز بشكل كبير. انا بحترم بقى اللعيبه دي اللي هي يعني بص بتخش عارفه قدر المسؤوليه اللي عليها. بعد الماتش قال لك عشان ما يقولوش علي معلول ما لعبش في تونس، شفت انا فعلا انا ازاي ممكن الناس ممكن تفكر في جزئيه ان ده لعيب مش محترف، ده كده ما فيش احتراف، هو بالنسبه له بيهمه طبعا شكله ومظهره حتى في وسط بلده. انت بتتكلم معلول في بلده. شخصيه يا كابتن فاروق، يعني معلول عندك لاعب في الفريق، لكن هو كمان شخصيه، ده جزء من قيمه اللاعب، شخصيه اللاعب ده جزء. انت لما بتدفع فلوس ما بتدفعش فلوس في لاعب، انت بتدفع فلوس في حاله هتيجي تلعب معاك. معلول قائد من احد قواد المنتخب التونسي، احد اهم لاعبي منتخب تونس، واحد اهم محاور اداء منتخب تونس، ومع النادي الاهلي لسه قدامه كتير. علي معلول لسه هيقدم كتير للنادي الاهلي لو استمر ان شاء الله مع النادي الاهلي، وده اضافه للدوري المصري. يعني علي معلول من المحترفين، لو قعدنا نعد خمس ست سبع او 10 محترفين لازم يبقى من ضمنهم علي معلول. جرب تدي فرصه لعلي معلول في نص الملعب، ولا لسه اكلمك عندك القدره انك تعمله حاجه زي كده. عايز بس قبل ما نقول نجرب علي معلول، ما زال طبعا مباراه النجم الساحلي واهلي طرابلس، متقدم طبعا النجم الساحلي عن طريق عمرو مرعي في دقيقه 14 30 دقيقه حتى الان، ومتقدم النجم الساحلي عن طريق عمرو مرعي اللاعب المصري. ان شاء الله طبعا نتمنى له طبعا هو التوفيق، ونشوف بقى المرحله الجايه بقى لو لاعب النادي الاهلي هيكون عامل ازاي. لكن هو غالبا في الاخر تقدم النجم الساحلي حتى الان مرور 30 دقيقه. اتفضل يا احمد، لو انت تتكلم على علي معلول تدي له فرصه في نص ملعب في وقت من الاوقات. اتحرك لما اتحرك علي معلول من الشمال لليمين، عمل فارق للاهلي في الجولين. يعني انت ما تبص على الكورتين، هو اللي عامله سواء في الاوفر او في الباص نفسه، ان هو الاولى. علي معلول محتاج ياخد حركه اكبر، محتاج يبقى حد وراه كده، في واحد كمان وراه يشيله علشان تقدر تستفيد منه في التلت الهجومي، خاصه ان هو مميز في التسديدات، خاصه ان هو عنده الباص كويس جدا، متقن، عنده الاوفرات كمان او العرضيات متقنه. يعني هو لعيب تقدر تستفيد منه بشكل اكبر في نص الملعب، خاصه ان انت عامل تقلي شويه في نص الملعب بحسام عاشور السوري. بس انت بتتكلم صح، بس خلي بالك برضه هو بيلعب في نفس المكان في منتخب تونس، ولكن بوجبات مختلفه. هو يعني توظيف، هما بيدوا له بقى الحريه، هو ده انت محتاج كده. هو ما خد حريه فرق معاك، مش هثبته من بدايه المباراه في حته نص الملعب الامامي او الجناح زي مثلا اجاي مثلا، لكن هو بيلعب في الحته دي، بس ادي له مهام وهيئ له من حوالين اللاعب، من حواليه من خلال اللاعبين وتحركاته ان هو يشتغل الجزئيه دي. عايز اقول لكم، ودي تجربه بقى، يمكن دائما اللاعبين بعد مباراه ومكسب، اللعيبه اللي ما بيلعبوش يقعدوا يقولوا ياه لو انا كنت موجود امبارح كان نفسي ابقى موجود ان شاء الله الماتش الجاي. التدريب بقى بيبقى بص مش عايز اقول لك متعه بقى بعد المباراه كده للعيبه بعد الفوز. انا مبسوط جدا، بص حاجه بتبقى جميله، انا مبسوط جدا ان شلت كلامي كمان، والثقه بقى والهدوء في تمرين اللاعبين، وبيستمتعوا طبعا بكره القدم. كره القدم يا احمد لا بس جداً. انا سعيد جدا والله كابتن فاروق بشريف اكرامي. شريف اكرامي رجع بقى شريف اكرامي، كان عنده ثقه في نفسه امبارح، قدر ان هو يحافظ، قدر كمان استاذ وليد ان هو ما يهتزش بعد ضربه الجزاء. هو ممكن يكون سبب، بس هي اعاقه عاديه، يعني اعاقه مش مقصوده، هو الراجل لمس الكوره والراجل خارج فخبط فيه، هي اتحسبت ضربه جزاء. شريف اكرامي لو بصيت بعدها في ثلاث اربع كور هو خرجهم، يعني اللي اتمسكت واللي طلعت واللي كمان حافظ عليها،
هو بقى عنده ثقه. يعني انا يعني انا سمعت ما بس ما اعرفش هو بكى بعد المباراه. طبعا الضغوط كانت عليه كبيره قوي يا احمد من هو ده. انت بتتكلم هو ده في لاعب في بعض الناس هجموه ان هو سبب من اسباب ممكن يبقى الخروج النادي الاهلي الجون اللي جه هنا في مصر فيها كابتن فاروق هو فكر فيه بس تفكيرين، هو هيطلعها ولا هياخدها ويلعبها على طول، فهو ده السبب اللي دخل فيه الجون. لكن لازم يبقى فيه ثقه. وكمان مجلس اداره لما فتح التتش للجماهير قبل ما الاهلي يسافر تونس دي كانت خطوه راقيه جدا، وخطوه بتقول للعيبه ان الجماهير وراكم، وكمان كان موجود جماهير في تونس. بص الاهلي بصراحه مجلس ادارته كان عامل تهيئه كامله للعيبه ان هي تكسب فرص. هو ده صحيح. هو ده بدأتها بالجماهير ثم الاجواء المحترمه والتصريحات الراقيه جدا. الجمهور كمان كان جميل قوي يعني بص مفيش في كل حاجه مفيش مشاكل، في تحيه للعيبه، في تحفيز كمان. مسؤوليه كمان ما هو ده. والنهارده كان عندك تصريحات مهمه جدا المهندس محمود طاهر بيتكلم عن علاقه الاهلي والترجي، بيتكلم عن علاقه الكره المصريه والكره التونسيه، بيتكلم على الدور اللي الاهلي بيقوم بيه في المباريات ان الاهلي سفير. كل الامور دي بدات تدي اللعيبه حوافز ودوافع الفوز. النهارده انت الفوز بيجي من الدفع المعنوي. هو ده كابتن المهندس محمود طاهر عمل جزء، كابتن حسام البدري بجهازه وجهازه الفني عمل جزء. هو ده في النهايه اللي عمل الاطار ده، اطار الاهلي يخرج كسبان في رادس. نتمنى ان تكون يعني خلاص اعتقد ان المواجهه بقت بشكل اكبر مع النجم الساحلي، نتمنى ان يبقى في صبر على الاهلي في تونس. يعني الاهلي لا قدر الله اي نتيجه احنا نتمنى طبعا الاهلي ما يخسرش، بس لازم يكون في ثقه ان الاهلي يرجع برج العرب. صحيح هو ده مهم، ان انت تثق في اللعيبه وتثق في الجهاز الفني ان هو قادر يتخطى اي صعاب علشان نوصل النهائي ان شاء الله. انا باكد طبعا على كلامك على المهندس محمود طاهر وقد ايه كان دوره مهم جدا، وتصريحاته كمان كانت بشكل كبير مهمه في تحفيز اللاعبين. وريد خلينا يعني انا ارجع لك لجزئيه الثلث الاخيره لان ما كملناهاش، جزئيه تغييرات كابتن حسام البدري في الثلث الاخيره كمان. الشوط الثاني للنادي الاهلي امبارح من احسن الاشواط التكتيكيه اللي عملها كابتن حسام البدري مع صحيح. النادي الاهلي الحقيقه يعني طلع فيه كل خبرات السنين، وانا متاكد انه طلع فيه كل اللي اتعلمه في التدريب من ساعه ما بدا التدريب، لانه كان قاعد فايق ومركز وشايف الماتش كويس جدا. يعني احداث المباراه ما خدتوش، ما السيناريو ده كان محطوط، ما فقدش، هو واضح انه كان محطوط. يعني واضح انه هو بس انا متاكد ان كابتن حسام البدري كان عايز يخطف جون في اول المباراه. كانت فرق كتير جدا، كان ممكن تطلع بنتيجه طبعا. كبيره. لكن كون انه يرجع تاني بعد التاخر بهدف ويبقى عنده التركيز ده وفكرة ان هو يلعب بأوراقه في الشوط الثاني بشكل رائع جدا دي تحسب له. طبعا اول تبديل اللي هو غير خطة اللعب وغير التكتيك، والكابتن حسام بدري بيستفيد من الاسماء اللي عنده اللي تقدر يغير بيها شكل التكتيك بتاعه بسهولة، لانه هو عنده اوريدي في كل مركز اكتر من لاعب مميز. نزول أجايه طبعا في بدايه الشوط الثاني وخروج مؤمن زكريا زي ما قلنا ده ادى راحه لعبد الله السعيد، فظهر عبد الله السعيد بشكل افضل لانه اتحرر من فكره انه يبقى عنده مهام هجوميه كتير ومهام في نص الملعب كتير، فشفناه صنع الهدف الاول لعلي معلول. التغيير الثاني بعد ما خلاص كان الاهلي متقدم وبدا تقريبا في الدقيقه 80 او 81 النادي الاهلي كسبان 2-1، البنزرتي بيعمل تبديلات هجوميه بيجازف بيبقى فيه كثافه في منطقه وسط الملعب ومنطقه الهجوم، بدا الترجي يلم نفسه راح بكام كوره. طبعا مفيش كوره خطيره للترجي امبارح، لكن هو كان ماسك كوره وكان بيحاول يعمل هجمات على النادي الاهلي، فقرر انه ينزل هشام محمد لاول مره بيلعب مع النادي الاهلي في مباراه كبيره بعد التعاقد معاه، وخرج وليد سليمان. هشام محمد يعني اظهر لنا امبارح انه لعيب كوره زي ما كلنا اتكلمنا عنه، كلنا توقعنا وكلنا شفنا اداؤه مع المقصه المواسم اللي فاتت، خلانا نتاكد انه فعلا لعيب كوره، هو لعيب النادي الاهلي. هشام محمد بيقف على الكوره بشكل كويس جدا، اولا بيستلم كويس جدا. شفت الحماس اللي كانت في هشام اول ما نزل، كان عمليه الضغط عنده كانت عامله ازاي؟ هو ده لا طبعا هو ما هو ابن النادي الاهلي، هو هي فكره برضه شخصيه النادي الاهلي، هو لاعب النادي الاهلي. الاختيارات كمان اختيارك للصفقات مهمه جدا، مش اي لاعب يتالق يجي نادي كبير، مش اي لاعب يتالق في دوري او بطوله يجي نادي بطولات. انت بتختار، ما احنا زي ما كنا بنتكلم عن معلول، معلول لاعب منتخب، معلول لاعب ذو شخصيه. انت كمان لما بتيجي تختار لاعب بتختار لاعب انت ضامن انه ينفع يدخل المنظومه بتاعتك، مش مجرد مستوى مهير. ما ياما مثلا بعض صفقات كتير النادي الاهلي عملها كانوا مكسرين الدنيا في انديه ثانيه، لكن لما دخلوا منظومه النادي الاهلي ما تالقوش، لان هم مش شخصيه النادي الاهلي، مش شخصيه فريق البطوله. هشام محمد امبارح كل الكار اللي جات له مررها بشكل صحيح، يعني انا قريت بعض الاحصائيات ان نسبه تمريراته 100%، ما مررش ولا كره غلط في وقت صعب. بتلعب الترجي على ملعب رادس وانت كسبان والترجي بيضغط عليك والجمهور بيضغط وبيحمس وكل بساطتك صح،
دي تحسب له، اول ماتش بيلعب بره ارضه دي تحسب له، نزل وسدد كمل وسدد مع ان كان فرصه هدف، كان ليه مهام دفاعيه اكبر، ومع ذلك كان عنده الجرأة انه يروح وسدد، كان ممكن يعمل هدف ثالث. عمل فكره انه يملى نص الملعب، ما سمحش للترجي انه يعمل هجمات خطيره، مع ان الطبيعي ان فرقه بقوه الترجي، وما نقللش من قوه الترجي، مش علشان امبارح الاهلي كان افضل يا استاذ احمد وكان مسيطر الناس بدات تقول ده الترجي فريق ضعيف، لا الترجي فريق قوي جدا، الترجي هو هيكل منتخب تونس، لكن تفوق النادي الاهلي هو اللي اظهر الترجي بالشكل ده. فتغيير هشام محمد انا طبعا احيي عليها كابتن حسام البدري بشكل كبير، واحيي هشام محمد على انه قدر يظهر بالشكل ده، من 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 الاسباب اللي خلت النادي الاهلي يحتفظ بفوزه. طبعا التبديل الاخير اللي كان في اخر دقائق المباراه اللي هو خروج ازار ونزول محمد هاني، ده كان يعني غرضه اضاعه الوقت، وبرده هاني كان ممكن ياخد كوره ويجري بيها هو سريع فيضيع شويه وقت. فتحيه للكابتن حسام البدري على ادارته للشوط الثاني بشكل رائع جدا، تحيه للاعيبه الاهلي اللي عرفت تفهم ايه المطلوب منها ونزلت نفذته بكامل التركيز. علي معلول لازم نرجع تاني ناكد ان هو اظهر شخصيته امبارح، وكان احد اهم لاعبي النادي الاهلي امبارح، فكره ان انت تكون في الباك الشمال فتضغط تقطع الكره من قلب وسط ملعب الترجي، ويبقى عندك الجرأه والقرار، ما هو اللعيب قرار برضو انك تاخد قرار ان انت تكمل علشان تكمل هجمه. في لعيب جبال يعني، في لعيب انا باك شمال اخاف افضي مكاني، لكن علي معلول عنده الثقه انه يكمل ويروح اقصى الجناح اليمين عشان يلعب عرضيه لاجاييه طبعا المتمركز. اللي احنا بنقول يا جماعه اجاييه لاعب مهاجم صريح او شادو سترايكر، اجاييه بيفقد كتير جدا من قيمته الفنيه لما بيلعب على الجناح. امبارح لما لعب مهاجم تاني شفنا ازاي ظهر بشكل كويس، فرق بشكل فرق وكل هدف وكمان موجود في ال 18 طبعا كل المباريات اللي عايز اقول لك لازم نشيد بمحمد نجيب. محمد نجيب بعد غياب طويل جدا بقى موجود، بقى بيغطي كمان ورا معلول، عمل شكل كويس قوي للاهلي، حافظ على ان الاهلي ما يبقاش عنده مشكله في الدفاع. يعني اصابه سعد سمير او السنوار اصابته ده عمل ارتباك للاهلي برضو. خلينا نكون يعني انت محمد نجيب ما بيلعبش بقاله فتره، لما يكون موجود وبيشارك بيلعب بنفس المستوى اللي هو الاهلي فيه. يعني النهارده ما بتفرج على نجيب مش بعيد رغم ان هو ما بيشاركش بقاله فتره. استكمالا لهشام محمد، هشام محمد الاهلي محتاجه لان هو عنده ميزه، عنده ميزه التسديد، ده بفتقدها الاهلي في نص الملعب. لما يعني تبص على الاهلي، الاهلي بيستنى عبد الله السعيد عشان يسدد. في ظل التكتل اللي عبد الله السعيد في الدفاع او المهام اللي بيكون موجود فيها على الجنبين او 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 بيرجع شويه في نص الملعب، كل الحاجات دي بتضعف فرص عبد الله السعيد انه يسدد. هشام محمد بقى عنده ميزه في الحته دي، يعني النهارده الكابتن حسام البدري لو قدر يستفيد من هشام محمد في مباراه يعني غالبا هتبقى النجم الساحلي، هيبقى عنده فرصه ان لعيب يحرز اهداف من التسديد المسافات البعيده. هو انت محتاج كده، محتاج صالح جمعه، محتاج هشام محمد، محتاج الناس اللي بتسدد من المسافات بعيده علشان تقدر تكسر التكتل الدفاعي اللي هيلعب بيه النجم الساحلي. يعني لما كنا بنتكلم انا وانت قبل الهوا، النجم الساحلي دفاع بحت قوي جدا في دفاعه على عكس الترجي. يعني الترجي عنده مشكله في خط الدفاع وحراس المرمى، الاثنين ضعاف ان شاء الله احنا ما بيهمناش حاجه. فعايز اقول لك لا، هشام محمد لعيب الاهلي محتاجه طبعا. محتاج الاهلي كمان، محتاج كل لعيبته في مباراه النجم الساحلي، لكن فرص ان الاهلي يحرز اهداف في النجم الساحلي هي دي اللي هتبقى تغير شكل النتيجه قبل ما ترجع ان شاء الله القاهره. نتمنى ان الاهلي إن يحقق طيب. التاهل من سوسه. خليني اقول لك يمكن امبارح حتى يعني مجمل المباراتين ست انذارات او ست بطاقات صفراء للاعبين، شريف اكرامي وجايه وليد سليمان كل يعني عشان حسام عاشور وكل اللاعبين يعني فتحي واحمد فتحي ومؤمن زكريا شريف اكرامي وليد سليمان دول ست لاعبين اخذوا انذارات. لكن طبعا الحمد لله ان لائحه الاتحاد الافريقي بتقول انها بتصعد للدور انك لو لازم ثلاث انذارات عشان اللاعب يتوقف مباراه واحده. فالحمد لله سواء بقى وليد سليمان او اجايا او شريف اكرامي كل واحد منهم واخد انذارين فقط، فبالتالي يقدروا يلعبوا المباراه القادمه. بس الحكم جه على الاهلي في الشوط الاول. بص هو في بعض الاوقات جه على الاهلي، وعايز اقول لك لا الكابتن ربنا يستر، بس الكابتن شطه النهارده الصبح في تصريحاته انا كنت سامعه قال حاجه خطيره جدا، لكن الاهلي كسب. خد بالك تصريح لما يطلع من مسؤول في الاتحاد الافريقي ده تاكيد ان كان في هم لازم ياخدوا بالهم بقى خصوصا خلاص